مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج الماتينال. كما تشوفوا في البلاتو بحذا مدام زينب البرقي وسيدة الأعمال والخبيرة في كل ما هو مفروشات وستائر. صباح الخير مدام. صباح الخير لله. أهلا وسهلا. الحمد لله إن شاء الله تكونوا لاباس. الحمد لله. اليوم باش نحكيو على تبارك الله 25 سنة تجربة مدام في المجال. مسيرة 25 تبارك سنة الله. عمل. الحمد لله. اليوم ان شاء الله تتوج المسيره هذه خاطر باش نسمعوا المسيره من عند مدام زينب البرقاوي بحذانا بيان سور بسام البنبلي الخبير في الصوره. صباح الخير بسام. صباح النور. شحوالك؟ شحوالك انت؟ صافا؟ عندك غيبه علينا يا بسام؟ غيبه. ها؟ غيبه. غيبه؟ هما عاملين يقولوا لي غبنا برشا في كل شيء. كي رجع بسام معناها الكوفيد مشى، سي بون جابوا به خاطر بسام خاطر ما جاناش الكوفيد. دونك بسام باش نبداو نحكيو معاك على تأثيرات نقولوا احنا الفيسبوك الانستغرام وغيره على نفسية الناس اللي تتعامل بيه وتعيش بيه وعلى نفسية الناس اللي ممكن يتهجموا عليها من خلال الوسائل هذوما. هو السوجي تعرف حكي أجبدنا عليه شوية قبل ما نجمناش نحكيو فيه خاطر طويل برشا ومطول في برشا جوانب في جانب النفسي فما معناه ديزيتود اليوم قاعدة تصير في لندن في أمريكا في غيرها على الإدمان اللي ولا يصير مجهورة هذوما وسائل التواصل الاجتماعي اللي مثلا جامعات لندن اليوم تصنفها اللي هي تقرب للإدمان على الهيروين أصلا وخايفين على سورتو ليزادوليسون والشباب أنسي دو سويت. المشكل اليوم احنا في تونس كي باش نحكي باش نحاول نحكي على الكوتي إيماج معناها الصورة ولكن في لي زيفي نيجاتيف معناها الحاجات السلبيه اللي قاعده تصير للعباد كو سوا في اليوم الاسم اللي ولا ما تعرف انفلونسر بلوجر انستغرام برشا عباد ولات خدمتها صحيح. المشكل اللي نشوفه في برشا عباد تاثرت بهم لحد انهم سببت مشاكل نفسيه، سببت مشاكل اجتماعيه ولا تسبب نوع من العزله. معناها انت اليوم تحب تسوق لايماج ماهيش صحيحه. توا هذوما لي انستغرامر ولي بلوجر ولي انفلونسر دي فاسون جينيرال الناس مش فاهمه اللي تونس ولا برا من تونس. خدمة ربح مادي ماهوش يوري فيك في الواقع ماهوش يوري فيك في الحقيقة. الإنسان هذا اختار أنه يتعرى تماما ما عنده حتى انتيميتي ما تفهم حتى خصوصية في حياته ماكلته لبسته كل شيء شفنا عباد حاشاكم سامحوني في الكلمة حتى في التواليت كريمون معناها وصلنا نشوفوا تصاور فيديوهات في الدوش شفنا في الدوش شفنا نساء معناها لا روتين كوتيديان نتاعها كيفاش تلهي بروحها وكيفاش تعمل حاجات اللي ماشي المفروض نشوفوهم واللي نراوهم. هذا الكل مجرد الربح المادي. نحب نقول للعباد رد بالك اليوم اذا كان نحكيو اون طونك ايماج العباد هذه مش سوق لنا في ايماج صحيحه راهو انت ما تنجمش تعرف اسكو هو حقا سعيد في حياته ولا لا اسكو تران دو في اللي ورينا فيه ريال ولا اغيال. ما تنجمش تتصور كميه التعب اللي يتعبوها العباد هذه باش يوصلوا لعدد لي لايك على خاطر هو يترجمها فلوس. انت تجي اون طونك ان جون ولا ان ادوليسون ولا انسان تخدم على روحك مضحي بكل شيء تو طول تان اكروشي ا طون تيليفون تتبع شنو صاير في انستغرام وفي فيسبوك لدرجة اللي ولينا نشوفوا ناس اليوم تعيش ما يسمى لاميتوماني يسميوه الكذب المرضي. ناس وصلت تخلق دو فو بروفيل تعيش بها. تصور فاطمة ولات تجيني دي جون باش يعمل كاستينج يبعث لي نشوف تصور نقول له تو سور كو سون تي فوتو نقول لك هي تصوري تو انت مكلمني على كاستينج بتصور غالطين ومصدق الكذبه وعايشها. اليوم ولو فما دي جون كي يبعثوا لي يشوف يروحوا مثلا يشوف لي بلوجر كيفاش يتصرفوا اليوم لي سبورتيف ولا لي كوتش المعروفين في العالم كي غانوا دو لارجون ديغيار سا انسي دو سويت. يبدا هو طالبني في قضيه ولا في خدمه ولا يحب يدخل في دومين المود ولا العالم العارضين الازياء يحكي معايا من الفوق. معناها لو نومبر دو لايك ولا نومبر دو فلور اللي عنده في لي ريزو سوسيو صدق اللي هو انسان دونك ولا فما جانب ما نحبش ندخل في الجانب النفسي خاطر حتى مالوريزمون فما حتى اخصائي في تونس نكب على الموضوع كو سوا لي بيدو بسيكياتر بور لي جون ولا لي بسيكولوج لي بسيكياتر مي فما نوع من جنون العظمه ولا اليوم لما يقول اي سامحني ما نجمو نقولوا عندهم نوعا ما الحق اذا كان ريناهم راهو ريناهم في مجلس بخاس كويزيري شفنا معنا قناع عندهم قيمة كبيرة شفنا ولكن فاطمة ما تنساش اللي ديما في لي كوليس نعرف الواقع نعرف الحقيقة نعرف العباد هذه كيفاش تعيش نعرف اللي هذاك الكل إيريال المشاهد اللي أنت تحكي عليه اللي هو يتأثر بهم ويراهم مع رئيس حكومة سامحني ويراهم قاعدين مع وزراء وغيره اي هذاك يا وخيا وما بالكدا واصلين هذا ولكن هكا علاش بناه احنا الموضوع اليوم انا ما جبتوش باش نحكي على اللي عاملين مش نحكي على اللي يحبوا يعملوا باش ما يستيحوش في البياج اللي تحكي فيه انت جوستومون مش خاطر هذاك وصل المجلس وزاري ولا وصل وين وصل انت باش توقف حياتك وتولي تخمم اللي هذيك كارير وترافاي دافنيغ سي دو سويت ترد بالك ما تعيشش في عالم افتراضي ما تخلطش الواقع بالعالم الافتراضي. انت حياتك ماهيش نومبر دو لايك ودو قداش من عبد لايكيل وقداش من عبد حط لك كومنتير وشنو لبست وشنو تصورت وشنو كليت اي اون فري في كون عندك حياه حقيقيه تمتع بالدنيا ريالمون
انت تحكي لي تو مراه بتجي تحكي لك على 25 سنه دو كارير الحمد لله. معناها كان جات في ليبوك نتاع لي ريزو سوسيو ويمكن هذا كل ما يصيرش. دونك اليوم يلزمك تعيش نوع من الفصل بين اللي تعيش فيه في انستغرام في فيسبوك وغيره وتيك توك وبين الواقع. شنو هي الواقع نتاعك؟ شنو هي حياتك؟ شنو هما دي زوبجيكتيف؟ معناها اليوم فاطمه فما حتى حاجه كيفاش نجم تقنوا معناتها نقولوا احنا لادوليسيون ولا نعرفش انا اي حد اللي يحب تويك يكون انستغرامور ولا اي حكايه كيفاش باش تقنوا اللي هو ليرا وما يلزمك تعيش حياتك يقول لك يا خويا نحب نربح فلوس اي هاي خدمه باهيه ماذا بيا افيك جرون بليزير ولكن وين اكل شعره اللي تخوف انك تفرق بين حياتك الشخصيه وانه هذيك خدمه يا عين عليك فاطمه انت توك في التلفزيون عندك جمهورك وعندك تتصور روحك معناها حياه دارك اولادك راجلك عيشتك الكوتيديان تبسطها على الملا معناها اليوم سامحني اللي يصور صحن في جرة صحن ويهبط لنا اسكو نحي حكايه لو فيرتوال اسكو كنت تتصور كيلكو زاني التالي اللي انت تنجم طيب بلا وتخش تكسبوزي في الشارع تصور انت طيبه حاجه مخرجتها للشارع باش ما نجمش نقول لك اكثر من هكا باش نقنعك لازم تكون عندك حياتك الرسمي كي تبدا مع هذيك الفلوس بلا بسام تجي الفلوس عن طريق مثلا الغاستورون باش نمشي نصور عنده باش نوري لي انا ناكل من عنده ماكلته بنينه هاي يلزمني معناتها من الفلوس يلزمني نمشي الغاستورون هذا كلامك حلو البرا شنو عاملين هذا بلوجر كولينير كان بالماكله مش تخلط هذا في الكوسمتيك هذا في المود هذا في السبور كل حد شاد السكتور داكتيفيتي كل شيء الاخرى في لي زونفون هذو برودوي كوسميتيك وياخذوا حتى لي كونكورون في بعضهم صحيح هذا اللي نلاحظوا بارفان قماش ريدو صبات كرهبة ماكله شو صغار حيوانات كل شيء سامحني في كلمه تعرفني اني لغالي هذا اسمه جوع ماهيش خدمه اخذت كل شيء ياخذوا بلاش اذا كانت تولي كل شيء نتش منا كل نمشي يا اخي عندك عدد معين تخدم به يجيب لك فلوس يجيب لك دي بوبليسيتي يجيب لك سبونسورينغ حاجه محلاها انت كجون تحلم باش تولي كيفهم حاجه محلاها استحفظ على الحاجات رد بالك تطيح في هذا الكذب المرضي انك تولي ميتومان ومصدق الكذبه وعايشها وكذا رد بالك من جنون العظم وصلت لميغالومان باش تولي وتحكي مع العباد من الفوق وحتى عائلتك واصحابك وتي كامراد دو كلاس وتي كوليغ مش معقول معناها ثلاثة فما حوايج ما يسمهاش تتنحى آداب الطاولة شنو قاعدين نتعشاو ولا مستدعيك في داري باش تعشى معايا ولا باش تقعد بحذايا ولا وانت شادد على طول التليفون ما تنحيش من يدك معناها رد بالك راهو المشاكل هذه عملت مشاكل نفسية أخرى العزلة الاجتماعية زادت كبرت فما برشا عباد كي سو سونت بلو على زون بوبليك يلزموا تليفونه في يده واكيد كل واحد فينا يعرف شكون اللي ما ينجمش ينحي تليفونه ولا اديكسيون كريمه يلزمو يغزر فما وهو طالع هابط فما حد شيء اي العباد هذوما زاد بسام اقنعوا المستشارين اقنعوا المستشارين هي ذاك مشكله اخرى ما اكبر تو فما قوانين قاعده تتسن في دول اخرى مشاريع قوانين انهم حتى المستشارين وهذوما لي بوبليسيتي وسبونسورينغ والكل باش يكون مأثر على خاطر شافوا الانفلونس على الصغار وعلى الكونسوماتور على المستهلك وعلى ليزادوليسون انسي دو سويت وفما شركات بدات تاخذ نوع من الوعي انه اوكي حاجتي بالبيع وحاجتي بالكوميرس وحاجتي بالفولي ماركتينغ ولكن زاد ما تطيحش في الانحطاط في لاباساس في تونس مصيبه ماهيش مقنه الحكايه وباش تقعد اكيد معناها كالعاده مده صغيره على الاقل فهمت اي كالعاده تعرف احنا ديما متاخرين معناها في التشريعات في كل شيء في الحكايه هذوم تكنولوجي لي نوفيل تكنولوجي دونك اذا كان صاحب الشركه ولا المدير التجاري ولا لو ريسبونسابل ماركتينغ هو ما يكونش واعي ما يكونش انسان مثقف ما يكونش انسان اجتماعيا مدرك للخطوره نتاع انك تتعدى اوكي عباد تخدم على روحها متفاهمين ولكن احنا ديما نحبوا دون ان كادر اسي اورغانيزي اسي بروبر باش ما ناثروش على العباد بالغلط بالغلط صحيح هذا معقول جدا بسام البنبلي باش نحكيو تويكا معاك مدام يضر التجار برشا هذا يضر التجار هذا باش نحكي فيه مدام معاك نقول لك مدام انت كصاحبه مشروع كيف يجيوك مثلا لي انستغراموز ولا لي بلوغوز ولا غيره هذول اللي تتعامل معاهم نوعا ما نتعامل بعض البعض مع البعض ولكن نخرج تعمل لك هي تخدم معاك وتمشي مع الكونكورونس هاك تقبل انت مدام لا وقت احنا ما فطناش انا وقت اللي تفهمت انا وياك عملنا ان كونترا فيربال مش على اساس انت خديت من عندي اللي فما ومشيت لغيري خذيت فلوس اللي عملت لك بيه الاشهار اون بريفير اللي هو يلزم يكون كونترا فهمت كيف نخدم العبد ما نخدمش للكونكورونس سي ليتيك دو ميتيي هذاك علاش قلت لك القانون لازم تتقنن صارت اللي خدمت عندنا ومشيت للكونكورونسيي خدمت عنده
تولي ضروره للزوز. عملت عنا وراتش عملت معنا كيفاش تو انت خدمت عندي وتوريه انت ايش خدمت معايا انت بيان سور باش يزيد تعرف كيف احنا في المدرسه انا عندي معلومه ومانيش حافظه درسي نقلت عليك زدت المعلومه خذيت عدد اكثر منك تقول له هاك باش خدمنا لها تقول لها زيدني كذا ولا تقول لها زيدني كذا هذا صار مع وحده فهمتك صار باهي حكايه كبيره حكيت حكايه كبيره اللي ياثروا معنا المؤثرين والمؤثرات في الصغيرات يلزمها تتقن الحكايه يلزمها تاخذ منحى جدي بالحق في تونس خلينا نرجع بعدها للشيف راجعين لكوجينتنا فاطمه مع بعضنا مكملين الشيف فتحيه تستنى فينا باش تورينا لي غافيول هذوما والا لي دامبلينغ بطريقه اخرى هي محضرتهم بطريقه بسيطه وسهله. الوغ انا العجينه هاو باش نحلها قدامكم هذوما حليتهم توا كانوا محطوطين قاعهم في النشاء حطيت شويه زيت في قلايه او ام اس خاطرها ما تلصقش نخليهم هكايا حتى لين يبدا قاعهم يحمر شويه توا مازالوا قاعدين يتيبوا. نوريكم بعد كيفاش طريقه بتاع تطيب سهله ياسر نتاعهم ما تطلبش ياسر وقت. انتروتون انا باش نقعد نحل الباقيين اللي عندي هوني، عندي هوني تن الموجه، عندي جبن مرياح خلطتهم مع بعضهم هما اللي باش نعمل بهم الفاخس. انتم تنجموا تستعملوا اي نوع جبن مرياح ولا حتى بالقوطه زاد يجيو بنين برشا. نخلطهم خلطتهم مع بعضهم حطيت غرويير وحطيت فومي وفخوماج بلون مريح خلطتهم الكل مع بعضهم هما اللي نخدم بهم الفخص نتاعي. نجي عندي العجينه اللي قلت لكم ميم غلي وفرينة وشويه ملح نعركها خليها ترتاح نعاود نعركها تعرك مرتين ومن بعد قسمتها تريفات هكايا مدورين ناخذ شويه نشير رشو على الرخامه نتاعي والقلقال هذايا القلقال هذا باهي علاش على خاطر يولي ينجم يولي عوده ما يوليش قلقال باليدين نحيت له الجناب نتاعو يولي عود وهذاك اللي حاشنا به ونجيو ونبداو ننزلوا بالقلقال ونجبدوا وندوروا ننزل وجبد ودور حتى لين تولي عجينة مدورة كما تشوفوا فيها ويد تنزل على العجينة ويد تدورها باقي وحرفها في النشاء. نجيو ناخذوا الحشو متاعنا الفاقس نعبيو وسطها كما تشوفوا فيها كيا ناخذوا شوية ماء نبلو به الحرف الدير بعد نعملو هكا نثنيو ونقرصو ونثنيو ونقرصو ثانية من جهة واحدة ثانية ونلصقوا على جهة اللي قبلتها ثانية ونقرصو ثانية ونقرصو كما تشوفوا فيها هكا الجيبوناج والدغافاج حتى لين تتسكر هكا نعاود لكم جوست كعبة أخرى فيسع فيسع ولطون اللي هذوك قيعانهم حمارو نجي ننزل ونجبد كما تشوفوا فيها معناها كينا نمسدوا فيها العجينه ما يلزمهاش تكون محلوله مشرقه مع العجينه هذه الطوع ياسر راهو وتجويد ياسر تشوفوا فيها كيفاش معناها عندها الاستيسيتي لو فات اللي تتعمل بالماء يغلي تولي مع الفرينه نتاعها فرينه ورده الطوع ياسر حاجه فريمون تكستور اخرى ما نعرفوهاش في العجين. نجي ونعمل البليساج كانت تترناو عليها انا متاكده باش تجي تعبيوها كيما تحبوا انتم الفاخس هذاك قلت لكم انا خيرتهم ياسر بالجبن والتن بنان ياسر كيما تشوفوا فيها وتحطوها لازم قاعها يكون فنشي توا هذوما تشوفوا فيهم قاعهم ولا احمر كيما هكايا معناها احمروا بالقدا نوريكم قيعان كيفاش حمروا نجي نصب لهم نكته ماء على جنب مش ياسر ماء ونغطيهم وتو تشوفوا النتيجه نتاع تطيبهم شويه اخرى مع بعض. يعطيك الصحه شيف فتحيه مشكوره مشاهدينا انا هوني حطيت البصل نتاعي يتقلى في شويه زيت باش نبدو مع بعضنا نحضروا البسبسيه قلنا اللي هي من انواع المرق الموجوده في تونس واستهلاكها شايع في بعض الجهات. عندنا البصل نتاعنا بعد ما يتقلى باش نحط فيه الكعابر نتاع اللحم مفروم فواحتهم بشويه تابل شويه هريسه سيكام حطيت معاهم شويه نعناع شايح ملح وفلفل اكحل امورهم واضحه هكا باش نحط انا الكعابر نتاع اللحم نتاعي نحاول نفرقهم شويه على بعضهم نخليهم يتقلاو باش يشدوا بعضهم ووقتها باش نبداو نفوحوا ونقول لكم شنو ثم في وسط البسبسيه بعد ما نمشيو الفاطمه السويد.
طيب باش نحكيو على مسيرة 25 سنة مع مدام زينب البرجاوي سيدة الأعمال والخبيرة في كل ما هو مفروشات وستائر. مدام نعطيك الكلمة يظهرلي أنت طيب ما فيهاش أسئلة لحكي. المرة هذه ما فماش أسئلة. المرة هذه نذكروا الناس اللي يعرفوني ونذكروا الناس اللي ما يعرفوش مدام برجاوي. نعرف بروحي، مدام برجاوي كان تعليمي في علم النفس. تعليمي كان في علم النفس. بون صارت لي توفى زوجي الله يرحمه، تعيش وترحم. عملت فورماسيون دخلت للستاير. كل قايل شنو من هذا الكل شختارت مدام برجاوي. الستاير كانت الوالده متاعي تعمل الستاير صدقه، وكانت في ان واحد معلمه تعيش صحيحتك ومن تحب في مدرسه كانت اسمها لو بور كومبون، الناس بكر يعرفوها، اللي ولات لاغو دو مارسي وبعديك ش ولات هي لي هاشوسي. كانت هي استاذ معلمه غادي، ما كانش الاساتذه، كانت معلمه غادي. حصيلو بديت في الستاير. تقول قايل كيفاش انتشر هالهرم، مع كل احتراماتي ليكم، تاع البرقاوي. قبل 95 سنه ما كانتش فما البرقاوي للستاير، ما كانش. كانوا فما زوز من غير ما نسمي الاسامي نتاعهم، الناس تعرف. اللي تجي تعرس تمشي عند فلان، واذا هي لاباس عليها ولا وزره ولا قصر رئاسه يمشي عند فلان. برقاوي ما كانش. عملت وكنت نخدم في داري، راه ما كنتش عندي محل. لا 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 ها. و20 سنه بعد ما عملت الفورماسيون انا وخذيت شهادتي، قعدت 20 سنه نفصل وحدي بيدي، ما عنديش فصاله. صح. ما يكذبوش الناس ويقولوا مدام برقاوي بديت بالكبير. بديت ب 200 دينار عام 95. 200 دينار بديت بهم، شريت قماش نجيب الحرفه للدار نتاعي، الناس يعرفوني للدار نتاعي. يقول قايل كيفاش بديت، كيفاش عرفوها باش مشاو لدارها. بديت نكتب على الجرايد ميديا، وبعد الجريده دخلت للمعارض. توا ينجم يوريكم الجرايد هذوكم، هذوكم اش كتبوا عليا في المعارض، واش كتبوا عليا، الشروخ كتب عليا، الاعلان كتبت عليا، لابريس كتبت عليا. هذيك شهاده خذيتها، الوحيده المراه الوحيده من ضمن الرجال الكل اللي خذت الشهاده. لابريس كتبت عليا، بدا الاسم بسم الله ما شاء الله، المراه الوحيده رجال وانا الوحيده. كان الاسم قاعد يكبر بسم الله ما شاء الله، يكبر يكبر يكبر. وكان عندي وليدات يلزمني نربيهم ونقريهم. اللي خذا الليسونس خذا، والاخيره ماستر جمله، ماستر ريسك دو فينانس. قعدت خذيت شهاده شرفيه. وري الشهيد، وري وري وري. حصيلو من شهاده لشهاده لشهاده لشهاده. هذه سفاره امريكا، كنت نحضر في السفارة أمريكا، فماش احتفال ما نحضرش فيه في السفارة أمريكا. خدمت 17 سنة، تلهيت ما بين السفير والسفارة. خدمت لا هونغري، خدمت سفارة لا نورفيج، خدمت ليبيا، خدمت قصر المؤتمرات العرب. علاش انت يعيطولك مثلا باش تخدم لهم الستائر مدام، اذا كان انت بديت صغيره كما انت حكيت؟ ايه. معنا صغيره في البيدجي، صغيره. ايه. تخدم بيديك معنا بخيتو. اه. والله بيدك سؤال تعمل سفاره وغيره. نطرحوا اذا سالتموه فاسالوه البخت. بارك الله. هذه حاجه انا ما عندي فيها حتى دخل. الحمد لله. لا عطيت فلوس ولا عندي باش نعطي فلوس. لا عملت حاجه باش تخليهم يجيبوني، عملت حاجه برك، الاستقامه. احترم الموعد، احترم الحريف، هذو من اثنين. كانت هذه هي صلاحي. سر. نحترم الموعد، نحترم الحريف، ما نرقدش، مش لازم نرقد، ولادي ماهم راقدوا، نقعد انا في الدار نفصل الريغول اموري، ما يهمش. الفائده انه وقت لو جور جي انا نكون معك، نكون سلعتك عندك، ويظهر لي الناس يعرفوني بالكدا. كنت مدام برقاوي جريده، بعش مدام زينب برقاوي معرض، وبعده انتشر وخذيت توا توا يحطوا لكم الجوائز ورا بعضهم. كم جائزه حتى جات قصر الرئاسه. جاتني قصر الرئاسه، ما حبتنيش وقتها ليلى ندخل القصر لاني كنت متحجبه. حسيلو بريف خدمت اور تيران، نقول ما دخلتش القصر، قدمت المردود من غير ما ندخل القصر،
وعطتني شهاده في الاخر. طلبوا مني باش نحي الحجاب باش ناخذ الشهاده، انا رفضت نحيت حجابي، وهي رغم هذاك شهادتي خذيتها. توجت من بعض الوزراء وكتروا فيهم الوزراء القدم، الوزراء القدم توجت من بعض الوزراء القدم. بعد عام 2010 جاء فما كونكور في اسبانيا، سألت وليداتي هزيت روحي مشيت لاسبانيا، أهبط بالتروفي اون نور، ماذا بيا تحطوه يعيشكم، هذه في قصر السلامة التروفي اون نور، كورقة فيها التروفي اون نور، أنا خاطر ما جبتوش معايا. خذيت لو 5 مي 2010 خذيت لو تروفي اون نور اللي هو هذا في الديكور، في الديكور لأني أنا خذية شهيد في الأقمشة، خذيت الشهادة هذية اللي قدامكم في هذيك في الأقمشة، خذيت شهيد في المعمل المصنع، وهذيك شهادة في الديكور وقت اللي ندخل ونديكور لك أنا المساحة، خذيتها في مدريد. وقتها ناداو لي القصر ودخلت للقصر من بابه الكبير، وخدمت من وقتها نخدم في القصر إلى حد توا عامين أكو شوية الأمور تغيرت، أما قعدت نخدم في القصر على بعضه. وبعد ما توجت بهذيك هذا قصر السلامة، عندي قصر الجمهورية تو باش تورينا قدام الباب، ونقول له يا ربي لك الحمد أنا قدام قصر الجمهورية. بو تقول لي أنت كيفاش عملت؟ كما قلت لك أنا عندي دوز أستوس هنا في قصر مؤتمرات العرب، وخدمت زاد قصور في السعودية الحمد لله. خدمت قصور في السعودية، توا تبارك الله عندي بنياتي، مديت لهم المشهد، هذه الشروم نتاعنا نتاع العوينة، هذه ترى وري، هذه الشروم نتاعنا نتاع الحدايق، هذه الشروم نتاعنا نتاع الحمامات، هذه الشروم نتاعنا نتاع صفاقس، مازال هذه بيتك اللي هي إلى وقتنا الحالي الوحيدة في تونس، ماهيش ميرسوري، هذه تبيع الزراب، تبيع لي زاكسسوار لومبراس سوبور دومبراس، تبيع البابي بان، تبيع المخدات. توا ما عندناش غيرها في تونس، وأنا معتزة بها رغم صغرها، أنا معتزة بها، وكنت ديما السباقة، ما نخافش، ما كنتش عندي الخوف، نقول ربها واحد، معرض نمشي له، امتحان باش يتعدى نتعدي له، وكنت جو دوني ليكزومبل لاولادي، لاولادي نعطيهم نقول لهم زعما خذوا منك حاجات تويكا مدام ولادك باش يعملوا بروجي الحمد لله. خذوا أول حاجة، أول حاجة هذه شهادة تقدير. أول حاجة اللي خذوها نحي الخوف. واللي كاتب لك باش تناله، ما نضرش الناس، ما فماش علاش ربي باش يضرني. فما بلاد باش نعمل معرض في بلاد نمشي، ما نخافش، نهز بنياتي ونمشي. توا احنا نحضروا في هوم تكستيل في المانيا، نحضروا امبيونس دو تابل في باريس، نحضر معرض في تركيا، نحضر معرض في ايطاليا، هذوما الاربع البلدان، نسمع المعرض تجيني شهاده، تجيني انفيتاسيون، نهز روحي ونهز بنياتي. يعطيك الصحه مدام، ونحضر. هذه مسيره مدام برقاوي للي يحب يتذكرها، وللي يعرفوني ونسلم عليهم برشا، ويقول لك مدام برقاوي كانت تخدم في دارها، وكنت نخدم في داري ومعتزه بذلك الحمد لله، باش وليداتي يلقاو الوالده معاهم، باش ما يلقاونيش بعيده عليهم، باش ما يخطاوش، ما نبداو خايفين على تربيه الاولاد، وخاصه الاب مش متواجد، متوفي، تبدا انت تعيش صحيحتك من تحب، خايفه هاني بحذاكم، هاني مفصل، هاني الريقل، هاني بجنبكم برا، حتى اكبروا، كبروا هما، كبرت انا معاهم، كبر المشروع الحمد لله. وما عندناش قبل 95 ما فماش برقاوي لسه تاير، هذا اهم من بين اهم الحاجات اللي حبيت نوصلها مدام زينوبه. يعطيك الصحه مدام، وربي يطول في عمرك، يعطيك الصحه في مسيرتك. كنت ام مثال وتونسيه مثال، يعطيكم الف صحه، نساء تونس اللي قاعدين يخدموا ويجتهدوا على ارواحهم. نمشيو بحذا لشيف. يعطيك الصحة فاطمة، مكملين مع بعضنا وراجعين للشيف فتحية، نشوفوها وين وصلت في لي تويلز. الوغ التويل هذوما بجلجلان، ناخذ حكر مغرفة
من بعدهم نحطهم انتركالي نجي بعد لا نحط يزيدوا يطرحهم بعد يزيدوا يتحلوا ديجا انا باش نحلهم توا تشوفوا كيفاش نفرش الطبق نتاعي كي نفرشوا نفرشهم بالخلاف ما نحطهمش مقابلين بعضهم ما كانش يجيوا لاصقين وكي يجيوا لاصقين من بعد هزينهم باش نحطهم على القلقال صعاب ياسر راهو هذاك علاش يلزمش يلصقوا بعضهم بالكل بكل ما كانش يوليو فرد خبزه هنيه شفتوا كيفاش حطيتهم مكالين على بعضهم بعد نجي ونطرحهم شويه كوشتي سخونه في المية وخمسة وسبعين نزوزهم الكوشة حتى لين نشوف حرافهم ولاو دوغي بالقدام نجبدهم من الكوشة ما نهبطهمش من فوق الطبق يلزم الطبق يقعد تحتهم سخون باش يقعدوا سخان خاطر كان بردوا يبسوا ولاو فيهم هكا الدقرميشة ما عادش يتثناو نخليهم في الطبق ونبدا نهز بالسكينة ولا فرقيتة ونحط فوق القلقال وهما يتثناو يوليو فورمة نتاع التويل ياخذوها كالتقويسة نتاع التويل هذيك نخليهم حتى يبردوا اللي تتثني وتبرد شوية ندنيها لختها ونكمل نحط اللي فوق الطبق الكل حتى اللي نكملهم خليهم يبردوا يعطيو تقرميشة مي اون فوا بردوا حطوهم سكروا عليهم في حاجة اغماتيك ما كانش يرجعوا يطلعوا خاطر هما بالسكر يوليو يرجعوا يطلعوا هذوما يرجعوا يمشوا للكوشة ومن بعد نرجعوا نشوفهم كيفاش خرجوا. يعطيك الصحة شيف فتحية. مشاهدينا أنا معاكم باش نكمل البسبسية. دونك بعد ما حطينا الكعابر نتاع اللحم مفروم مفوحين شوية نعناع شوية تابل شوية ثوم شوية ملح فلفل أكحل حطيناهم تقليهم مع البصل في الزيت شوفوا اللون كيفاش ولا نتاع الصوص نتاعي في حد ذاتها. تو باش نزيد عليها الطماطم المدشه من عند سيكام. دونك طماطم مدشه بنينه برشا الطماطم هذيا. ثم طماطم مدشه العاديه ثم طماطم مدشه بالثوم. دونك خذيت المدشه خاطر تلقاوها دي مغصو اكبر شويه باش من بعد يبقاو باينين في وسط المرقه اللي قاعدين نحضروا فيها. دونك هذه الطماطم نتاعي باش نزيد معاها ثوم هكا باش نحط معاهم حمص ديجا طايب خاطر احنا اللحم مفروم صايب بريسك طاب امور واضحه. هذوما الكل باش نفوحهم بشويه ملح كثرش برشا خاطر الكعابر حطيت فيهم ملح باش نحط شويه فلفل اكحل شويه فلفل زينه ونزيد عليهم شيشه تابل وكركم الكركم اختياري. دونك هنا نزيد طريف صغير كركم وامورنا واضحه. الفاحات نتاعنا مريقله باش نمرقهم شويه مش برشا هكا ونسقط معاهم البسباس. تنجموا تحطوا فيها شويه ليمون مصير يجي بنين ياسر تاخذوا القارص هكا اللي يبدا مصير يولي يعطي نكهه مع البسباسيه بالكدا بالكدا تحطوا منه شرايح مع البسباس. هوني باش نسقطوا كعبات البسباس اللي قصيناهم بروج وقرين الفلفل هذاك باش خلوه نشقوه في الاخر ونحطوه مع كعبات مع المرقه هذيا يعطيها نكهه. دونك هذيا البسبسيه باش نخليه بسباس على النار هاديه يطيب في الوقت اللي باش نرجعوا فيه لفاطمه بعد شويه تجيونا الكوجينتنا وتشوفوا اطباقنا اللي حضرت. نمشي لفاطمه السويد. من خلالكم من خلال برنامج الماتينال نعود نهنيو شركه سيكام بتتويج زوز من منتوجات اللي هو معجون كرموس بيان سور جبه وكيف كيف معجون اسفرج كما قاعدين تشوفوا اللي تشاركوا في المسابقه الوطنيه للمنتوجات المحليه. الف مبروك لشركه سيكام. وخلينا نشوفوا التقرير الخاص بقناه ام 6 اللي واكبت طريقه التحضير وخدمه الهريسه نتاع سيكام. سيكام منتوج تونسي 100% يكتسح الأسواق العالمية من الباب الكبير بفضل الجودة العالية متاعو. الشيء اللي خلى الإعلام العالمي يهتم بسيكام من خلال برنامج 66 مينوت اللي يتعدى على قناة ام 6 الأكثر نسبة مشاهدة في فرنسا. Cette usine produit l'équivalent de 300 tonnes d'harissa conditionnées en tube ou en boîte. La France est le deuxième plus gros importateur d'harissa dans le monde. 4000 tonnes en 2020, un marché sans cesse en forte croissance. Alors forcément, ça donne des idées. Ouais. Pourquoi beaucoup de harissa? Parce qu'elle est trop bonne, la harissa. Elle relève tout le goût du plat. وتبقى شركة سيكام فخر كبير للصناعات المحلية اللي تشرف المنتوج التونسي في الخارج. ألف مبروك مرة أخرى شركة سيكام. خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا للختام.
ظلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا هي العمارة وبسرها تزهينا ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا الأصل الطيب كلهم أرض طيبة وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان أجبان مرياح سرها صنعة اليدين حرفة وتقان كل العاملين وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر انت الحرة بين انساهم انت الفن وانت للاهم تصنيفك تفوت قدام وتشفيهم من نار القايدة طيب نقلي ولا نشوي معون كله ما يلصق شي فوق الغاز ولا في الكوشة كي تغسل ما يتجرح شي هذا المعون وهذه أحسن جودة خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة أحسن ما في السوق يكون باقي العيلة بيديك انتي تحمل وتمنى الميدة OMS Cuisiner autrement.